مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى هعمل لكم أكلة صحية وجميلة، لأن زمان ما عملناش أكلة خفيفة ولذيذة وأكلة اقتصادية، وفي نفس الوقت الناس اللي عاملة دايت تقدر تاكل معانا النهاردة. يعني أكلة لذيذة جدا جدا وطعمها حلو، وتنفع كمان للأطفال لأنها مغذية قوي قوي، وتنفع كمان للكبار. وأحلى حاجة في الأكلة دي إن احنا هنعمل بيها حاجة حلوة جدا، اللي هي هننظف بيها التلاجة. يعني هننظف بيها التلاجة، يعني هنمسك التلاجة هنشوف كل بواقي الخضار اللي عندنا وبواقي الجبن اللي عندنا والحاجات دي، وهنعمل منها الحاجة اللذيذة اللي انتوا شايفينها دلوقتي. حاجة حلوة واقتصادية وجميلة جدا جدا ومغذية قوي قوي، ونقدر نعملها في كذا شكل. نقدر نعملها في قالب وفي طاسة وفي الفرن وفي الكب كيك. يعني بصوا، هي عجينة تقدري تشكليها بحاجات كتير او بطرق كتير زي ما انتوا تحبوا. هتلاقوها يعني سلسة معاكم وجميلة جدا، وبتقبل مكونات كتير. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وكومنت جميل يشجعني. شكرا جدا جدا للناس اللي بتدعمني بانتسابها في القناة. اول حاجة بجيب، او المكون الاول معانا، هو البصل. طبعا البصل ده يعني مهم جدا في الاكلات، لان هو بيخلي الاكل طعمها حلو جدا. بصوا، الاكلة دي بتنقسم لحاجتين، في طريقة منها بتتسبك والطريقة التانية بتبقى ني في ني. عامة الطريقتين بيطلعوا حاجة حلوة جدا، بس يعني للأمانة طبعا الحاجة اللي بتتسبك بيبقى طعمها أحلى بكتير. بس دلوقتي لو احنا مثلا حابين ان احنا نعمل حاجة خفيفة، ممكن نشيل موضوع التسبيك او نشيل موضوع الزيت الكتير. انا جبت هنا بصلتين وبدأت ان انا اقطعهم، وكمان استخدمت فلفل. تقدروا تستخدموا فلفل الوان او اخضر، او يعني تقدروا تستخدموا حامي او بارد. عامة يعني الفلفل واختيار الفلفل ده تبع أذواقكم. تقطيعة الخضار مهم ان هي تكون تقريبا نفس التقطيعة. وعندنا بقى البطاطس. طبعا البطاطس بتاعتنا بنجيب البطاطس ونقشرها، او في ناس بتعمل حاجة احلى من التقشير، ان احنا ننقع البطاطس ونغسلها كويس جدا من الاتربة اللي فيها، ونبتدي ان احنا نستغلها بالقشر بتاعها، لان بيكون مليان طبعا فيتامينات وبيكون حلو جدا. خصوصا قلت لكم الاكله دي لو احنا بناكل منها الاطفال، يعني زي ما انتم شايفين كده انا يا دوب بس غسلتها بس، مش اكتر ولا اقل. وبعد كده طبعا هنبتدي ان احنا نقطع البطاطس. كل الحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها دي ممكن كمان نضيف عليها حاجات تانية. يعني مثلا لو عندنا بروكلي في الثلاجه حلو جدا، لو عندنا سبانخ تبقى جميله جدا، لو عندنا فاصوليا وبسله خضراء، لو ممكن يكون عندنا برضو جزر، كوسة طبعا الموسم بتاعها وهتبقى حلوة جدا جدا. يعني حاجات كتير، بتنجان. بصوا انا بقول لكم امثلة، لكن الخضار ده انتوا على حسب ما تحبوا. طعم الخضار اللي انتوا بتحبوه تقدروا تضيفوه جوه الاكلة دي زي ما انتوا حابين. يعني مش هقول لكم تاكلوا حاجة معينة. وكمان ممكن تضيفوا بروتين، يعني ممكن تضيفوا مثلا فاصوليا البيضة، او ممكن تضيفوا البسلة، وممكن تضيفوا حاجات تانية. يعني هنبتدي ان احنا نسلق البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه. البطاطس او الخضار اللي هو الصلب هنبتدي ان احنا نسلقه، اللي هو البطاطس او الكوسة او الجزر او البتنجان. الحاجات دي لو هنحطها جوه الاكلة لازم نسلقها شوية، بس ما تبقاش السلق اللي هو يبقى هرس خالص، لا، يبقى الى حد ما كده مستوية نص ونص، علشان لما تدخل الفرن او نكمل سواها في كذا فكرة تانية هقولها لكم، يبقى معانا الطعم حلو وجميل. طبعا هننشل البطاطس بالشكل ده. البطاطس لما بنسلقها مش بنحط معاها اي حاجة غير شوية ملح صغيرين جدا، بس علشان نظبط بيهم طعم الاكلة. اما باقي التوابل هنضيفها بعد كده. انا طبعا هرس البطاطس بالشكل ده كأننا بنعمل بطاطس بوري مع الفلفل مع البصل، وهضيف في كل التوابل اللي عندي بقى كزبرة، كمون، مطحون، شطة، بابريكا، ملح وفلفل، كل الحاجات الحلوة دي. كله ده بنقلبه حلو جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، كأننا بنعمل بطاطس بوري. وبعد كده بقى بنضيف عليهم باقي الخضار اللي عندي، هضيف بقى الفلفل والبصل. الطريقة التانية ان احنا هنجيب البصل ونسبكه على النار، وبعد كده نضيف عليه الفلفل، وبعد كده بقى نضيف البطاطس والخضار اللي احنا حابينها. نقدر بقى نضيف هنا في المرحلة دي قطع الزيتون المخلي، ونقدر نضيف برضو اي انواع جبن عندنا، وكمان نقدر نضيف قطع الفراخ. يعني لو عندنا قطع فراخ نقدر نضيفها. للناس اللي عاملة دايت هتشيل ال4 معالق دي دول، وهتحط مكانهم 4 معالق من الشوفان. الناس اللي مش عاملة دايت تقدر تضيف 4 معالق دي في
في كلا الحالتين النتيجة هتطلع ممتازة ومرضية جدا جدا. تقدروا كمان تضيفوا بيض، يعني تقدروا تضيفوا في الوصفة دي بيضة أو 2 أو 3 على حسب أنتوا ما بتحبوا. أنا بقول لكم الأكلة كاقتصادية في الأول، والإضافات دي على حسب ما أنتوا تحبوا. يعني في ناس مش بتحب طعم البيض في الأكل فتقدر تستغنى عنه، لكن لو أنتوا بتحبوا طعم البيض في الأكل تقدروا تضيفوا في الأكلة دي بيضة أو 2 على الخليط اللي أنتوا شايفينه ده. أنا دلوقتي خلاص عملت الميكس الأولاني، هبتدي دلوقتي أضيف باقي الخضار اللي عندي اللي هو الفلفل، وعندي فلفل ألوان وبصل، وعندي دلوقتي الزيتون الأخضر وكل الحاجات اللي موجودة، والكزبرة بقى والشبت والبقدونس وسبانخ متقطعة. بصوا أنا لما بعمل الأكلة دي بلم كل الخضار اللي جوه التلاجة وأحطه جواها علشان تديني طعم جميل وفايدة أكتر بكتير. كده أنا عملت الميكس بتاعي، هبتدي إن أنا أسويه. طريقة التسوية في كذا طريقة، أول طريقة إني أنا أسويه في قالب، ممكن كمان أسويه على الطاسة، وممكن أسويه جوه الفرن. تقدروا تسووه بالطريقة اللي أنتوا تحبوها، بس أنا هوريكم كذا طريقة. أول حاجة نجيب قالب وندهنه كويس جدا، وهبتدي إني أنا أعمله كده، أدهنه كويس بسمنة أو بزيت. الطريقة دي لازم نضيف فيها بيض، يعني بعد ما نضيف الإضافات دي كلها لازم نكسر حوالي كده 3 أو 4 بيضات لو هندخلها الفرن بالشكل ده، يبقى ده شكلها. وبعد كده هنبتدي إن إحنا نحطها جوه القالب، نكون مسخنين الفرن على درجة حرارة حلوة كده يعني متوسطة، وبعد كده بقى بندخلها في الرف الوسطاني بحيث إن هي تاخد سوا تحت وفوق، مش بتاخد سوا كتير، يعني بالكتير جدا بتاخد حوالي ربع ساعة، وبتطلع زي الفل جميلة جدا جدا، وهتحبوها قوي، هتحبوا الفكرة نفسها، فكرة ان انتوا تعملوها كده. الفكرة التانية ان احنا نجيب قوالب الكب كيك ونبتدي ان احنا ندهنها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونبتدي ان احنا نصب جواها الخليط. بس لو احنا هنسويها في القوالب الكب كيك هنضطر نحط بقى فوقها جبنة موتزاريلا، وممكن نحط زيتون وفلفل الوان، بتبقى جميلة جدا جدا، بتطلعها زي ما انتوا شايفين. دي بقى اللي اضاف لها البيض، فشايفين طبعا لونها غامق شوية عشان اضاف لها البيض. وتقدروا تقطعوها، بس تسيبوها اول ما تطلع من الفرن، يعني تسيبوها في حدود 5 دقايق كده قبل ما تبتدوا تقطعوها، علشان سخونة الفرن ممكن تخليها تبقى مفرولة منكم، لو سبتوها شوية هتهدى وتطلع بسرعة كده من القالب. يفضل طبعا القالب لو مش بايركس زي ده، تقدروا ان انتوا تستخدموها في قالب ألومنيوم، بس تدهنوا الطبقة اللي من تحت زيت ودقيق علشان تبقى مش ماسكة في القالب وانتوا بترفعوها كده بالمعلقة او بشوك عشان ترفعوها لفوق. طبعا اللي بيبقى الكب كيك ده بيبقى حاجه خرافيه وجامده جدا جدا، اللي عليه جبنه موتزاريلا ده من فوق، يعني ولادكم هيحبوه جدا وهيقولوا لكم اعملوه لنا كل يوم، بما ان الولاد بيحيروكم جدا في موضوع الاكل والخضار والكلام ده. متهيألي الاكله دي هتكون حل مثالي جدا جدا، وخصوصا لما قلت لكم ان احنا ممكن نضيف عليها شوفان للناس اللي بتعمل دايت، هتبقى جميله. شايفين دي بقى وش بيتزا، يعني كب كيك خضار وش بيتزا عليه من فوق جبنه موتزاريلا وزيتون. تقدروا تعملوا على فكرة، تقدروا تعملوها وتسيبوها في التلاجة فترة طويلة، يعني ممكن تقعد عندكم في حدود اسبوع ما فيش مشكلة، بس في الفريزر زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا قطع الفراخ او السجق او الكبدة او المشروم او اي خد او اي بروتين تحبوا تضيفوه. عامة الاكلة بتقبل كل حاجة، وتقدروا تحطوا البيض وتقدروا تشيلوه. انا اديتكم الفكرة بس، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد، وكومنتات الجميلة اللي بحبها وبتشجعني جدا جدا. تحياتي ليكم بألف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.